السلام عليكم واهلا بكم من جديد على قناتكم قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده نتعرف على طريقة مهمة جدا جدا في ازاي نقدر نرفع ارباحنا في جوجل اسس بطريقة قانونية وبطريقة مضمونة 100%. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن فيديو قبل كده اهو، الفيديو موجود على القناة، طريقة رفع العائد وتكلفة النقل في جوجل ادسس بطريقة صحيحة. النهاردة نتكلم على نفس النيتش، ولكن احنا هنتكلم بطريقة خاصة جدا وبطريقة لو عندك مدونة او موقع ده هيفيدك جدا. تمام، هي بالنسبة للقنوات انا وريتكم طريقة رفع العائد عشان القناة بترفع معاك في الحساب. لو انت ما تفرجتش على الفيديو تفرج على الفيديو دلوقتي وانت تشوف وتعرف طريقة رفع العائد عندك وتكلفة النقل. النهاردة برضو هنتكلم عن رفع العائد وتكلفة النقرة، ولكن متخصصة شوية في موضوع لو انت عندك مدونة او موقع على الووردبريس او اي موقع بتربح منه حاطط عليه شفرات اعلانية. انا هعلمك ازاي تقدر تفلتر الاعلانات بطريقة صحيحة، الاعلانات اللي هي بتظهر عندك ونسبة الارباح بتاعتها كبيرة، وكمان نسبة الارباح النقرة او ظهورها كبيرة. ده اللي هنشوفه النهاردة في موضوعنا النهاردة. لو انت اول مرة تشوفنا النهاردة على قناة نبض المعلومات، شوف الفيديو ده النهاردة بدعوك بدخل على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو، تفعيل زر الجرس مهمة جدا عشان يوصلك كل جديد حصل مفيد على قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. نخش على الشرح شباب ونركز شوية، رجاء نركز شوية عشان ده لمصلحة حضرتك. تمام كده، هروح نفتح الحساب بتاعنا خالص، نفتح كده نقفل بس كده ونفتح حساب بتاعنا على جوجل ادسنس. بعد كده هنيجي على حاجة اسمها التقارير، زي ما احنا شايفين كده التقارير موجودة معانا في القائمة الجانبية تحت كلمة عناصر تحكم في الحظر. ياريت نركز يا شباب شوية عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. تمام، بعد كده بعد ما نضغط على كلمة التقارير بتفتح معانا خانة بالشكل ده. هنيجي عند حاجة اسمها اضافة يمكن باهتة شوية جنبها منها علامة موجب كده، هنضغط عليها وهنيجي نختار كلمة شبكات اعلانية، اهي شبكات اعلانية هنضغط عليها. بعد ما نضغط على الشبكات الإعلانية هنيجي هنا نختار الأيام، هنيجي نضغط على جميع الأوقات زي ما احنا شايفين كده. بعد ما نضغط على جميع الأوقات بننزل تحت كده شوية، هنيجي هنا هنختار برضو شبكات الإعلانات. بتيجي معانا دايرة كده بالشكل اللي انت شايفه ده، هننزل بس شويه لتحت كده وهنوريكم ازاي هنقدر نفلتر الاعلانات بتاعتنا بطريقه سهله جدا. زي ما احنا ذكرنا ان احنا التقارير الخاصه بالاعلانات بتاعتنا اللي بتظهر على الموقع او المدونه بتاعتنا ونسبه الظهور بتاعتها ونسبه الارباح من ساعه ما ابتدينا، من اول ما ابتدينا نفتح موقع على بلوجر او الووردبريس. تمام كده يا شباب، ده الارباح بتاعتك من الاعلانات. دي شبكة اعلانية اللي اسمها جوجل ادوردز، زي ما احنا شايفين كده نسبة الظهور بتاعها عالي جدا ونسبة النقر كمان عليها عالية جدا. العائد لكل 1000 ظهور 86 سنت، ده عائد كويس جدا. امكانية مشاهدة الصفحات والعرض والنشط 46%. الارباح بتاعت المقدرة من اول في الاعلان الشبكة الاعلانية دي بس 280 دولار. تمام كده يا شباب، دي الفلترة، دي الاعلانات اللي كانت بتظهر عندي على الموقع الارباح بتاعتها من اول ما انا ابتديت ان انا اشتغل على الموقع. تمام كده، طيب انا عايز افلتر الاعلانات دي بحيث ان تظهر معايا الاعلانات اللي هي غالية جدا ومرات الظهور بتاعتها عالية جدا ونسبة النقر عالية جدا وكمان الارباح بتاعتي اللي يهمني تكون عالية جدا. طيب ازاي اعمل كده؟ بطريقة سهلة جدا، نركز شوية شباب، نفتح صفحة جديدة ونيجي نفتح حساب جوجل ادس مرة تانية، ونيجي على حاجة اسمها التحكم في الحظر في الجنب هنا. لو لاحظنا هنا نلاقي حاجة اسمها غير التقارير يا شباب، احنا ضايسين الاول فتحنا زي ما انا ذكرت ان احنا فتحينا في الصفحة اللي فوق ديت اللي احنا فتحنا غيرها، دي التقارير زي ما احنا شايفين التقارير اهي. وبعد كده نفتح صفحة جديدة ونفتح حاجة اسمها التحكم في الحظر. تمام كده، وبعد كده هنيجي على حاجة اسمها جميع المواقع الالكترونية نضغط عليها
وننزل تحت كده هنيجي هنلاقي حاجة اسمها شبكات الإعلانات، نضغط عليها تمام كده. دي الشبكات الإعلانات، لو لاحظنا كده ان انا حاضر كل شبكات ومخلي شبكات معينة بس عندي على الموقع. طيب ازاي نقدر احنا نفلتر بطريقة صحيحة عشان بتظهر عندنا الإعلانات ديت بس، تبقى فرصتها كبيرة جدا في ظهورها عندنا، والأرباح بتاعتها تبقى عندنا كبيرة جدا، والعائد بتاعها يرفع عندنا على الموقع. طيب احنا زي ما ذكرنا وشفنا، لو احنا ضغطنا كده شباب هنيجي الاول قبل ما نضغط هنا ونعمل اي حاجة، نيجي نختار بدل ما تظهر لي 50 شبكة إعلانية، انا عايز اظهر كل الشبكات الإعلانية اللي بتظهر عندي على الموقع، بنختار 500، بننزل تحت كده بنلاقي كل الشبكات اللي هي بتظهر عندي على الموقع بتاعي تمام كده. تمام، بعد كده هنيجي على حاجة اسمها مرات الظهور، هنضغط عليها. لو لاحظنا كده ان هو جاب لك من الصغير للكبير، اللي هي التكاليف بتاعتها صغيرة لحد اللي التكاليف بتاعتها عالية تمام كده، زي ما احنا شايفين كده كل ما ننزل نلاقي فيه تكاليف كتيرة، نسبة الظهور يا رب عالية اهي، حتى لو نزلت طلعت كده شوية نطلع كده نشوف دي مرات الظهور اللي هي نسبة الظهور، مرات الظهور الاعلان، هنزل تحت كده كل ما تنزل تلاقي طبعا نسبة الظهور عالية جدا عندك بالنسبة لشركة جوجل ادوردز اللي هي بتعمل اعلانات وتظهر عندك على الموقع الاعلانات بتاعتها تمام كده. احنا بدلنا، خلينا اللي هو نسبة النقر بتاعته كبيرة من تحت، واللي هي مش بتظهر عندك كتير، ونسبة الارباح بتاعتها صفر زي ما احنا شايفين كده من فوق تمام كده. عشان افلتر بالطريقة الصحيحة طبعا دي الاعلانات اللي بتظهر عندك على الموقع، ملهاش دعوة بالقناة تمام، الشبكات الاعلانية اللي هي داخل الموقع بتاعك، اللي هي شفرات الاعلانية طب ضيفها عندك على الموقع، دي اسمها شبكات الاعلانية تمام كده شباب، عشان ايه ما نقولش دي خاصة بالقناة ولا حاجة، دي الاعلانات اللي بتظهر عندك على الموقع تمام، اذا كان موقع على بلوجر او اي موقع انت عامله وحاطط عليه الشفرات الاعلانية تمام كده. طبعا بتختلف هنا نسبة النقر وكمان العائد بتاعك والارباح بتاعتك حسب النيتش بتاعك وحسب الحاجة اللي انت بتتكلم عليها تمام كده. بتيجي طبعا انت على اول واحدة، طبعا شفت كده مرات الظهور واحد، النقرات ما فيش نقرات عليها، العائد لألف ظهور واحد طبعا سنت، إمكانية إمكانية مشاهدة العرض النشط زيرو، الأرباح زيرو، دي مش عايزها في أي حاجة، هفضل نازل هاخد أنا الكلام ده اخد دي، انا مش عايزها في اي حاجه ومش عايزها تظهر عندي على الموقع، لان تكاليف وظهورها اصلا ميت خلقه، مش عايزها عشان ايه هي ممكن تظهر ولكن تكاليفها والنقر عليها مش بيجيب لي فلوس، انا عايز بقدر الامكان ان اخلي 15 وحده اعلانيه او شبكه اعلانيه هي النقر عليها بتبقى عاليه، وكمان بتبقى الارباح بتاعتها كبيره، ونسبه الظهور عندي بتبقى ظاهره عندي على الموقع باستمرار. هنيجي ناخد النسخ اول شبكه بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنيجي نشوف الصفحه اللي احنا فتحناها قبل كده، بعد كده هنيجي على ادخل شبكات الموقع الاعلانيه، هنيجي عند البحث هنا ونضغط كده نضيف الشبكه الاعلانيه ونعمل بحث، هتظهر لنا الشبكه زي ما احنا شايفين كده، هتظهر عندك بالشكل اللي انت شايفه ده، هنشوف دلوقتي هتبقى مش محظوره، هتبقى مش محظوره، هتبقى زي ما انت شايف كده، فانت هتضغط كده تحظر الشبكه دي لانك انت مش عايزها عندك على الموقع، لان التكاليف بتاعت التكلفه بتاعتها ونسبه ظهورها ميته جدا، انت مش عايزها عندك على الموقع، بتروح تجيب غيرها تاني واحده تاخد نسخ، وبعد كده بتروح على شبكه البحث هنا بتبحث على شبكه البحث دي وتحظرها زي ما انت شايف كده ان حاظرها برضو، وهكذا تفضل نازل كده تاخد نسخ وتروح تحط وتحظر لحد ما توصل لحد ما تخلي صف مثلا اخر 15 زي ما احنا شايفين كده، اخر 15 شركة شبكة اعلانية بتبقى نسبة الظهور عندك عالية وكمان تكلفة والارباح بتاعتها عالية، تخلي 15 بس بحد ادنى يعني، لان هم بيبقوا كويسين جدا، اول 15 اخر 15 هم بيبقوا موجودين هنا زي ما انا ضغطت هنا بجاب لي اللي هو اللي انا مش عايزه تمام. لو انا ضغطت مره تانية هنا لاحظ كده شباب ان انا لو ضغطت كده هيجيب لي الاعلى للاسفل، التكلفه بتاعتها كبيره للاسفل،
هنختار دول نخليهم زي ما هم، ال15 اللي هم نسبة الظهور الإعلانات بتاعتهم شايف كده، نسبة الظهور الإعلان عالية جدا، نسبة النقر عالية جدا، نسبة الأرباح بتاعتها بتبقى عالية. فأنت بتخلي ال15 الأولانيين اللي هم النسبة بتاعتهم كويسة جدا، والباقي كله لتحت ده مش عايزه في أي حاجة تحظره من بكام. أنا قلت لك بتحط هنا وتحظر الشبكة، وان شاء الله بعد 6 ايام هتلاقي فرق كبير جدا في الارباح بتاعتك في جوجل ادسس بطريقه قانونيه، والارباح ونسبه النقر كمان بتزيد عندك على القناه. ده كان شرحنا النهارده، ما تنسناش بلايك الفيديو لو عجبك ومشاركه الفيديو عشان غيرك يستفاد، ودعم لي لو انت عايز كمان حاجه سيب لنا كومنت اسفل الفيديو واحنا هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو انت اول مره تشوفنا النهارده وتشوفنا وقناتنا قناه نبض المعلومات، بدعوك بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس مهم جدا عشان يوصلك كل جديد حصل ومفيد على قناتنا قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.